من الدفاع، خطأ من الدفاع، والهدف الأول لمصلحة فريق وفاق ستيف بعد خطأ كبير يبدو لي من العفاوي بعد كرة عرضية وتهتز المدرجات. العفاوي يسجل ضد مرماه في هذه الكرة العرضية، وفرحة كبيرة لعناصر فريق وفاق ستيف وبن موسى وأيضا غزالي. هدف جاء مبكرا في الدقيقة 7 أو 8 من المرحلة الأولى، يتمكن فريق وفاق ستيف من الوصول إلى مرمى الحارس زمامو في هذه الأجواء الكبيرة بملعب 8 بعد خطأ من الدفاع. نشاهد اللقطة المعادة، الكرة العرضية موجودة من لمس الكرة، وعبد القادر العفاوي إبعاد سيء للكرة، وكما يقال من نيران صديقة العفاوي يتأسف على هذه اللقطة وهذه الكرة. طبعا هذه هي كرة القدم فيها الأخطاء بعد الضغط وبعد الكرة العرضية، خطأ من الدفاع ومن العفاوي سمح لفريق وفاق ستيف من فتح مجال التهديف مبكر. فريق الوفاق حاول يعني عن طريق الكرات القصيرة ولكن لم يستطع إيصالها، وبالتالي حاول يعني عن طريق كرة طويلة مباشرة إلى الأمام، والهدف جاء عن طريق يعني خطأ، لم يكن هناك بناء يعني لعب منظم، ولكن هكذا الوفاق لم يستطع عن طريق الكرات القصيرة، وحاول عن طريق كرة طويلة عن طريق الجهة اليمنى تمكن يعني عن طريق الخطأ من تسجيل أول هدف. وأجواء كبيرة بمدرجات ملعب 8 ماي. نعم اسماعيل معي أخير الدين.